مرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم سوف نقدم لكم مراجعة شاملة لمشروع سكيل. سكيل هي شبكة بلوكتشين مرنة تسمح لك بتشغيل التطبيقات اللامركزية في سحابة معيارية لامركزية. تم تصميمها لتلبية احتياجات العالم الحقيقي وتم تكوينها وفقا لمتطلباتك. يعد البروتوكول المعياري الخاص بالمشروع الأول من نوعه الذي يسمح للمطورين بتوفير سلاسل بلوكتشين عالية التهيئة بسهولة والتي توفر مزايا لا مركزية دون المساهمة على الحساب أو التخزين أو الأمان. لدى شبكة سكيل عدة مميزات رائعة ونذكر منها تسامح الخطأ البيزنطي، هو معيار الأمان في الأنظمة الموزعة، حيث يضمن PFT وهي اختصار لتسامح الخطأ البيزنطي أن الشبكة يمكن أن تتوصل إلى إجماع حتى عندما يكون ما يصل إلى ثلث المشاركين ضارين. ولدينا الميزة الأساسية الأخرى أنه بروتوكول غير متزامن، باتباع نفس نموذج الإنترنت يتعرف هذا البروتوكول على زمن انتقال العقد والشبكة، مما يسمح للرسائل بأخذ فترة زمنية غير محددة لتسليمها. وأيضا لدينا توقيعات العتبة، حيث تتيح توقيع عتبة PLC لاتصال فعال بين السلاسل وتدعم العشوائية في تخصيص العقدة. هناك ميزة رائعة أخرى وهي الإجماع بلا زعيم، حيث يقلل انعدام القيادة من احتمالية التواطؤ بين المشاركين في الشبكة من خلال ضمان حصول كل منهم على فرصة متساوية لاقتراح كتل جديدة والتزامها بنجاح. بعد أن تعرفنا على المشروع وعلى بعض مميزاته، الآن دعونا نتعرف لماذا نحتاج إلى سكيل. كما نعرف أصدقائي أن هناك عدة تحديات تواجهها سلاسل الكتل المركزية الحالية مثل إثيريوم وغيرها، التي تشمل على سبيل المثال للحصر عدم قابلية التوسع والإنتاجية المنخفضة والتكلفة العالية للمعاملات والتأخير في المعاملات أيضا وأكثر من ذلك بكثير. ومن أجل حل هذه التحديات تم إطلاق شبكة سكيل، وتم تصميمها بطريقة توفر إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة للمعاملة مستوى عال أيضا من قابلية التوسع وأيضا زمن انتقال منخفض بين المعاملات. شبكة البلوكتشين الخاصة بالمشروع هي مرنة مصممة لتكون قابلة للتشغيل البيني مع إثيريوم. وتعني كلمة قابلة للتشغيل البيني هي ببساطة أن معاملات رمز سكيل يمكن تنفيذها على شبكة الإثيريوم بالإضافة إلى الشبكة الرئيسية الخاصة بسكيل أيضا. دعونا الآن نلقي نظرة على السلاسل المرنة. سلاسل سكيل هي سلاسل بلوك تشين قابلة للتكوين، ويمكن للمطورين استئجار سلاسل سكيل التي يعمل كل منها كمنصة عجز ذكية خاصة متوافقة مع الإثيريوم. مع وجود مميزات عديدة التي ذكرناها من قبل وهي هي السرعة في المعاملات مع تكلفة أقل. وفقا للمطور الأساسي سكيل لابس، يمكن لسلاسل سكيل تشغيل عقود ذكية كاملة الحالة ودعم التخزين اللامركزي وتنفيذ عقود التجميع وتشغيل خوارزميات التعلم الآلي باستخدام EVM الخاصة بإثيريوم فيرتشوال ماشين والتي تعني آلة الإثيريوم الافتراضية. أيضا تسمح سكيل لتطبيقات ويب 3 بالتنافس مع التطبيقات التقليدية على أساس التكلفة والأداء. الآن دعونا نتعرف سويا على رمز شبكة سكيل، حيث أن شبكة سكيل لديها رمزها الخاص والذي يرمز إليه بـ SKL ويتم تداوله في العديد من المنصات العالمية. وجدير بالذكر أن شبكة الرمز هي الإثيريوم، حيث أن رمز SKL هو رمز يستخدم لدعم منشط التطبيقات وأمن الشبكة. يشتري مطورون بلوكتشين مستقل أو سكيل اس تشينز برموز المشروع لتشغيل التطبيقات اللامركزية، وتستخدم أيضا رموز المشروع للتفويض والتخزين لتأمين الشبكة، ويكسب أيضا المدققون والمفوضون مكافآت مقابل تأمين ممتاز لك. سنلقي نظرة الآن على استخدامات رمز SKL الخاص بسكيل عن طريق المفوضون، حيث يشارك رموزهم إلى المدققين الذين يقومون بتشغيل العقد التي تجعل شبكة سكيل تعمل من خلال الموافقة على المربعات وتنفيذ اتفاقات صارمة والتأكد من المنظمة، وتم تعويضهم أيضا برموز سكيل مقابل عملهم. ويستخدم الرمز أيضا في استراتيجية التقسيط لرسوم عضوية سكيل تشين، حيث يشتري المطورون قبول عضوياتهم في سلاسل الكتل المرنة باستخدام الرموز. كما ذكرنا منذ قليل أنه سيتم استخدام الرمز من أجل مكافأة المفوضون والمدققون الذين يقومون بوضع رموزهم الخاصة بهم، ويتم دفع جوائز من شهر لآخر في ضوء الرسوم التي يدفعها المستخدمون مقابل السلاسل والتوسع من شهر إلى شهر لرموز في النظام الأساسي. ومن جهة أخرى سيتم استخدام رموز SQL للإدارة والتصويت والإدلاء بأصوات على السلسلة، والتي ستتحكم في جميع الحدود المالية لشبكة سكيل. سنتعرف الآن على مدققي شبكة سكيل.
حيث أن سكيل هي شبكة متوافقة مع الإثيريوم مع إجماع بدون قائد، وقد صممت للعمل على عدد غير محدد من العقد المستقلة، كل منها سيوفر الموارد للعديد من سلاسل الكتل المرنة اللامركزية ذو الأداء العالي، وليكن بعض المزايا، حيث يعمل بروتوكول سكيل على تحسين تخصيص الموارد لكل عقد عبر الشبكة الكاملة من سلاسل الكتل المرنة، ويتم توزيع المكافآت للمدققين بالتساوي عبر شبكة العقد، حيث يعمل المدققون على زيادة المكافآت إلى الحد الأقصى بناء على تحقيق أهداف الأداء. وشبكة سكيل هي شبكة إثبات حصة وتستخدم رمز ذو عمل وفائدة، يعد إعداد العقد والتخزين أمرا بسيطا لا يستغرق سوى بضع دقائق. نلقي نظرة الآن على الحوكمة. مع نضوج شبكة سكيل يعتزم مشروع تقديم نظام حوكمة على السلسلة بما يتضمن تصويتا مرجحا بالرمز على تغييرات الكود ومقترحات الترقية. سيسمح هذا النظام للمشاركين النشيطين في الشبكة أي المدققين والمفاوضين بالتصويت على تغييرات البروتوكول. سيكون التأثير الذي يحظى به حامل رمز SKL خلال فترة التصويت متناسبا مع عدد الرموز المميزة التي حصل عليها من الشبكة. والآن نلقي نظرة على العقد. في كل مرة يتم فيها قبول عقدة في شبكة سكيل، ستكون هناك عملية يتم فيها اختيار 24 عقدة بشكل عشوائي، بحيث يمكن مراجعة وقت التشغيل أو الارتفاع. يستمر هذا من وقت لآخر في مدير سكيل، ويعمل أيضا كمحدد لمكافأة العقدة لمشاركة الشبكة. هناك نوعان من العقد، العقدة الكاملة والعقدة الكسرية. بالنسبة للعقدة الكاملة، سيتم استخدام جميع موارد هذه الأربعة لسلسلة جانبية مرنة واحدة، بينما يطلب بالعقدة الجزئية أن تشارك في سلسلة جانبية مرنة متعددة. في نهاية إنشاء العقدة ستكون هناك شبكة كبيرة من الأقران سيتم تخصيصها بشكل عشوائي. لدينا أيضا ما نطلق عليه النظير 5. يقوم هذا النظير دائما بتدقيق وقت تعطل العقدة ووقت الاستجابة على أساس منتظم وعلى فترات مختلفة، ثم إرسال مقياس الدفع إلى مدير سكيل. يتم ذلك مرة واحدة لكل شبكة. هناك تكامل أيضا مع آلة الإثيريوم الافتراضية. اكتشف أننا نحتاج إلى ما يصل إلى 10,000 كتلة لتخزين الملفات الكبيرة التي يصل حجمها إلى 100 ميجا بايت أو أكثر. ولكن باستخدام شبكة سكيل سيتم استخدام سلسلة جانبية مرنة. ستتمكن المستخدمون من تخزين ملفات كبيرة يصل حجمها إلى 100 ميجا بايت على العقد في الشبكة. ليس ذلك فحسب، بل نكتشف أيضا أن سكيل تدعم كل سلسلة جانبية مرنة توقيعات BRS في نموذج الإجماع الخاص بها، وهذا بدوره يسمح بالرسائل بين السلاسل. هذا يعني أن العقدة الفرعية الافتراضية في إحدى السلاسل لديها القدرة على التحقق من وجود معاملة موقعة واستلامها من قبل العقدة الفرعية الافتراضية على سلسلة أخرى، وذلك باستخدام توقيع من مجموعة تلك السلسلة، ويتم توزيع هذا على كل سلسلة أخرى على شبكة الإثيريوم الرئيسية. وتجر دور الإشارة أيضا إلى أن حقيقة هذا النوع من الامتداد مع السلاسل الجانبية المرنة يدعم دائما نموذج الخدمة المصغرة، وفي هذه الحالة تتمتع كل سلسلة بالقدرة على تنفيذ بعض العمليات المحددة وأيضا القدرة على إطعام مدخلات الخدمة الخارجية الخاصة بهم إلى سلاسل جانبية مرنة أخرى على الشبكة الرئيسية. جدير بالذكر أن الشبكة الرئيسية لمشروع سكيل تم إطلاقها من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت في يونيو من العام الماضي، كانت عبارة عن شبكة رئيسية مقيدة لم تكن تدعم أي عمليات تخزين أو تحويلات رمزية، واقتصرت هذه المرحلة أيضا على مدققين الذين شاركوا بالفعل في اختبار شبكة سكيل وخضعوا لعملية إعداد. المرحلة الثانية كانت في أكتوبر، وكانت بعد بيع رمز سكيل تم فتح نظام الستيكينج مع الحفاظ على الكيود في عملية التحويل وقام الصرف، وتم إطلاق المرحلة الثانية مع 135 عقدة نشط على الشبكة يدورها 26 مدققا محترفا. في ذلك الوقت كان هناك أكثر من 3500 حساب فريد يندمج معه عبر الشبكة. والمرحلة الثالثة كانت في ديسمبر من العام المنصرم. بعد فترة 60 يوما من إثبات الاستخدام، تحولت الشبكة إلى حالة مفتوحة فتحت عمليات نقل ومبادلة الرمز. قد تم تمكين أي مطورين ومدققين من الانضمام إلى الشبكة والسماح للمنصات بالبدء في إدراج رمز الشبكة. كما نرى أصدقائي أن مشروع سكيل يعد مشروعا رائعا جدا ولديه مميزات رائعة، وهو يعتبر مكمل لإثيريوم ويساعده كثيرا في تبني التطبيقات اللامركزية بصورة جديدة. شكرا لمتابعتكم. لمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع الرسمي في الوصف. لا تنسوا الإعجاب والتعليق.